صفة الوضوء. صفات بنكران ما اسمين. ينوي بقلبه. بنيت لم تانيو. يسمى يقول بسم الله. بنيت بق بسم الله. يغسل الكفين ثلاث مرات. بنيت استحبابا سنة. بنيت وقت كن يتلاو كلام بان. ثم يتمضمض ويستنشق. حتى بنيت كلام بحثان كيكون يتم لم تنتون. يستنثر. بنيت نيوت بيعو. يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا. مع ما استرسل من اللحية. ثم يغسل اليد اليمنى. من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. إلا الرأس يمسح مرة واحدة فقط. مسح لا غسل. يبدأ من مقدمة الرأس. إلى قفاه. ثم يعود مرة أخرى. يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه. يمسح بالإبهام ظاهرهما. ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين. لا يسرف في استعمال الماء. الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. إذا انتهى من الوضوء يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. والله أعلم بصواب.